اليوم كأنه الجو مو صافي، في غبرة شوي. ودي أنا أغسل السيارة، تخيلوا من يوم ما مشيت من جدة إلى الآن ما غسلتها. لاحظوا كيف السيارة يبغالها غسيل. ومعقول أمشي بدبي وسيارتي وسخة لازم أغسلها وكذا؟ بس والله الأجواء ما هي مشجعة. أبى أشوف لأي محطة أوقف قدام، وبشيك على برامج الطقس، أبى أشوف وش الوضع. إذا اليوم كامل غبار وكذا بأجل الغسيل لبكرة، وإذا كان لا بس هي فترة صباحية بس كذا غبرة بسيطة، شكلي بغسل السيارة أنظفها. والله مرة صراحة تحتاج تنظيف. الآن أنا متجه للشارقة وأشوف لي أحد المغاسل هناك. والشارقة تذكرني في جدة وبشوارع جدة، كل مدن الإمارات أحبها وأحب شعبها صراحة. شعب الإمارات أصلا يحترم وين ما كان. هذه الشارقة، حياكم الله يا أهل الشارقة، هذاني أنا جيتكم. وترى أنا زرت مدينتكم وغطيتها كاملا، ترى جميع وجهاتها السياحية وكذا. زرت سوق العرصة ورحت المراكز التجارية حقتكم. قايل لكم ترى الشارقة شبهتها بجدة وأزقة جدة وخشاخيش. الاتجاه نحو اليمين. حاضر. ثم حاضر. الاتجاه نحو اليمين. أبشر. وتذكرني بخشخشة جدة ونفس طرق سبحان الله. هذه تقريبا المنطقة الصناعية في جسمه شارقة. أنا حددت لي مغسلة هنا. الاتجاه نحو اليمين. حاضر. ثم الاتجاه أبشر. أنا وصلت الآن المغسل خلاص، يعني على وشك وصول. شفتوا كيف؟ والله مثل جدة، منطقة صناعية جدة، الوير هاوس اللي فيها. شوفوا كيف اللوحات والإشارات، والله تقول إني بجدة. وين الوجهة؟ وين؟ الاتجاه نحو اليمين. من هنا ولا؟ وستصل إلى وجهتك. الحمد لله وصلنا هالمغسلة. هذه المغسلة اللي أنا اخترتها كامل، يقول لي برا جوا بعشرين ريال. عشرين ريال، عشرين درهم يعني. الحمد لله بعد ما خلصت وغسلت السيارة ما شاء الله تبارك الله كان شغله ممتاز. متجه الآن طبعا لدبي فيستيفال مول. دبي فيستيفال مول، هذا المول أنا حقيقة أحرص دائما على زيارته. أولا لأنه في إيكيا، وأنا من عشاق إيكيا صراحة، أحب زيارة إيكيا وأكل من مطعمهم وأشرب قهوتهم وأخذ حلا من عندهم. وفي كارفور إذا بغيت أشتري أغراض أو شيء، فكارفور ما شاء الله كبير اللي عندهم. وبأشتغل عندي شغل شوية على اللابتوب. بالله شوفوا أنتم احكموا على المنطقة هذه والمناطق السكنية اللي فيها، والله شيء رائع ما شاء الله. الله يهنيهم ويرزقهم إن شاء الله ويرزقنا معهم. الناس اللي تبغى الروقان وتبغى الهدوء تتغدى مثلا مكان هادئ، تتسوق تسوق يعني ما فيه ازدحام الفترة الصباحية والظهر، يروح لدبي فيستيفال مول. ما هي دعاية لكن هذه تجربتي الشخصية ومن المراكز التجارية اللي أحبها صراحة، دبي فيستيفال سيتي مول. طبعا منطقة رائعة، تسوق فنادق. من حبي لإيكيا حتى بوقف في المواقف حقتهم.
منطقة جميلة ما شاء الله. أنا جيت قبل كذا لفستيفال مول، لكن الجسر هذا أول مرة أجي صراحة. هذا الزين ذا اخيرا، لكن ابغى الرخام. والله رخام شكله ما في. اخيرا لقيت، يا سلام، رخام رصاصي قريب للاسود. احب انا اللون الاسود الرصاصي. واخر حبه على فكره، هذه اخر حبه. مرحبا مرحبا بالكنكة الجديدة. لازم نشوف لك مكان في عزبتنا الصغيرة وشنطتنا الصغيرة، لكن ما شاء الله فل شاي نسكافيه الجولد القهوة التركي، فما في مكان. هذا هنا الركزة حقت الدافور، وهذه الحاوية حقت الغليان، لكن حنا عندنا فكرة. هذه عواد الخشب احطها في الشنطة الكحلي حقت الرحلات، بس باخذ منها شوي. شو الملاعق، اخذ منها شوي مثلا، اخذ ملاعق كاملة هنا واحطها هنا جنب الشاي، واخذ كم عود. هذا حق التحريك، للتحريك، تحريك الشاي عند الغليان. هذه تكفي ان شاء الله، نحطها هنا تمام. وهذه نشيلها نحطها بالشنطة الكحلي حقت الرحلات اللي فيها اغراض الرحلات، متى ما احتجنا اعواد نفكها وناخذ منها مجموعة ونرجعها. يلا خلاص، هذه ناخذها. يصير هنا في مساحة نحط فيها كنكتنا الجديدة. الله يعين الكنكة علي، راح اتقهوى فيها واشرب الشاي فيها. شوف هذا الزنقور او البوز حقها ماله الا حل. اقلب كذا احطه كذا، هذه اقلب كذا اوكي، ادخل الاكواب. يلا هذه العزبة حقتنا جاهزة الحمد لله. اسوي لي قهوة تركي، هذه الحاوية جاهزة. اخذ مقاس الماء بالضبط قبل الغليان اساس ما تزيد علي الماء، بعدين احطها في حاوية الغليان في اقل من دقيقة والماء جاهز. قهوة تركي بالهيل، هذه النقاط البيضة اللي فيها انا عملت هيل وحطيته في نفس الحاوية. لاحظوا ما صار عندي اي ماء زايد، كل الماية حطيتها في الحاوية. طبعا العدسة حقت الكاميرا بوخت بسبب البخار الماء، الحين تروح ان شاء الله. طبعا في نار شغالة بالطريقة هذه، غليان خفيف. شوفوا بدأت تتكون الرغوة والوجه، اول ما تبدأ تفور خلاص شيل. في جزيرة النخلة جميرة متجه إلى The Point.
ذا بوينت النخلة هذه ما شاء الله أبراج الجزيرة ما شاء الله. شوف كيف الشارع، الإشارة مربوطة بإضاءات أرضية مضاءة، شوف كيف حلوة الطريقة الجميلة، الإشارة حمراء والإضاءات اللي في الأرض لونها أحمر. شوفوا الخريطة في الجارمن كيف نخلة، وصلت ذا بوينت لكن المواقف فل، مليان المواقف. شوفوا الناس والبشر، هذا ذا بوينت شفتوا زحام، او انه باجيها بالمترو، اوقف السيارة برا مثلا في دبي مول واجيها بالمترو لانه باين ان الوضع زحمة، الوضع مزدحم يا جماعة. هذه المواقف ناظرة، يقول لي الساعة بعشرين درهم وأنا كنت ناوي أجلس أربع ساعات، يعني بس موقف سيارة راح أدفع حوالي 80 درهم. ليه؟ يا عمي أجيها بالمترو وأخذ راحتي وأجيها وقت الغروب، الحين الليل ما أشوف إلا بس النافورة وبس، لا أرتب لها إن شاء الله. هذا فيستيفال بلازا اللي فيه ايكيا في جبل علي، شوف شكله في الليل كيف جميل ما شاء الله.